احنا الان داخل القوارب يا اخوان، داخلين لاستكشاف الجزر. الجزر تبعت في حدود الساعة وربع على شاطئ البحر. يوجد عدة جزر صغيرة داخل البحر، خليكم معانا حتى نكتشفوها بإذن الله. وما تنسوش تعطونا لايك. وصلنا لهذا المكان يا اخوان، هذا المكان قريب من الجزيرة، من احد الجزر. طبعا يوجد عدة جزر داخل البحر، جزر صغيرة، في منها الجزر يعني في منها جزر يسكنها ناس وفي لا يعني، لكن في بعض الجزر فيها متسكنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم ناس كل، أرجو أن تكونوا بخير، أرجو أن تكونوا بصحة جيدة. تحية لكل المتابعين، نستمع فيها كل تحية إليكم أينما كنتم. لا تنسوش تعطونا لايك يا أخوان، الفيديو طلب مني مجهود كبير، والاشتراك بالقناة جزاكم الله خير. دخلنا وسط الجزيرة يا أخوان داخل البحر، طبعا المنظر لا يوصف. أترك لكم التعليق في التعليقات تحت الفيديو، بصراحة يعني عجز اللسان على الكلام، لا أستطيع، لا أملك كلام يعني جميل بقدر هذا الجمال وقدر هذا المكان. فسبحان الله، ما شاء الله، تبارك الله، مكان جدا جدا رائع. الجبل، الماء، الرمال، لون الرمال، لون البحر، فبكل صراحة مكان عالمي يا أخوة. طبعا هذه جزيرة صغيرة داخل البحر ما فيهاش سكان، ولكن سننتقل بعد قليل إلى جزر أخرى كذلك داخل البحر قريبة من هذه الجزيرة، يقولوا فيها سكان وفيها حتى ناس تبيع أكل وتبيع يعني مشروبات وناس عايشة يعني هناك. ولكن خلنا نكتشف هذه الجزيرة. أطر لكم التعليق، شوفوا لون الرمال، شوفوا يعني. طبعا هذه الجزيرة مش مهيئة يا اخوان، لا يوجد فيها فنادق ولا مطاعم ولا شيء، فقط يعني اشجار ورمال وبحر، يعني ناس تجيب القارب تتمتع وتأخذ صور، تصور فيديوهات، تسبح وتعاود ترجع مرة ثانية. هذه الجزيرة يعني تقريبا اخذت منا ساعة وعشرين دقيقة بالقارب الصغير اللي كنتوا تشوفوا فيه حتى نوصل الى هنا، فما شاء الله تبارك الله. تابعونا يا اخوان، ما تبخلوش علينا باللايكات وبالاشتراكات، ومحتاج دعمكم ايضا، دعم القناة يا اخوة، حتى ما دعم مادي لا بأس، دعموا اخوكم عن طريق الباي بال، اللي يحب يدعم القناة عن طريق الباي بال بارك الله فيه. انا دائما اشارك معكم الباي بال على الفيديو في اول التعليق كذلك، لكي نعمل فيديوهات في سومطرة، في جاوة، لكي نكتشف أندونيسيا. أندونيسيا فيها عدة أنهار، بحار، جبال، مناظر طبيعية خلابة جدا، ولكن الوصول لهذه الأماكن يحتاج إلى الدعم ويحتاج إلى إمكانيات مادية، ولكن نحاول بقدر المستطاع بإذن الله. سبحان الخالق يا إخوة، بكل صراحة منظر يعني جدا رائع. طبعا بعد قليل يا إخوان سننتقل إلى جزيرة أخرى قريب من هذه الجزيرة لهذا القارب الصغير، فخليكم معنا، تابعوا الفيديو حتى للآخر واستمتعوا معه، وإن شاء الله تستمتعوا بهذا الفيديو، وإن شاء الله يكون التصوير يعجبكم إن شاء الله، والفيديو كذلك يعجبكم، واعطوني رأيكم في هذا الجمال يا أخوة، وهل هذا المكان يستحق الزيارة ولا لا.
الآن تنتقلوا إن شاء الله للجزيرة الأخرى، تابعونا يا إخوان. Let's go. نحن في الطريق من الجزيرة الأخرى، قريب ما نصل يا إخوان. شوفوا لون الماء، سبحان الله، لونه جدا رائع يا إخوان. طبعا هي الجزيرة هذه مش نشوفها، يكون يعني فيها ناس تسكن فيها متسكنين. فيلا نكتشفوها إن شاء الله، إحنا قربنا نزورها ونخليكم إن شاء الله رأيكم في التعليق، وبإذن الله إن شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، إن شاء الله تستمتعوا وتشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم، خليهم يكتشفوا أندونيسيا. وصلنا على شاطئ هذه الجزيرة، جزيرة أخرى يا إخوة. وصلنا الحمد لله يا إخوان إلى الجزيرة الثانية. طبعا شو زرنا الجزيرة الأولى وهذه الثانية، هذه اللي يقولوا فيها متسكنين، وكما تشوفوا فما حتى يعني مقاهي يعني شعبية، وهذه غرف كذلك للإيجار، ولكن أعتقد ما فيش أي أحد مأجر فيها رخص في هذا الوضع، والناس تخاف يعني تنام في الجزيرة، يعني جزيرة يعني في الليل أعتقد تخوف، يعني لا كهرباء لا انترنت لا شيء يعني. سبحان الله، شوفوا يا اخوان ما شاء الله المنظر كيف جميل. اوكي يا اخوان، اترككم تكملوا بقية الفيديو، تستمتعوا بهذا الفيديو بالمناظر الطبيعية. ما تنسوش تعطونا لايك للفيديو والاشتراك في القناة الاخوة اللي مش مشتركين، حتى توصلكم كل فيديوهات جديدة. نتقابلوا في فيديوهات جديدة بإذن الله، خليكم تكملوا بقية الفيديو. الفيديو طبعا مازال ما انتهاش، نشوفكم في فيديوهات أخرى بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله. Yeah.